أنا عندي سر. بك، أنا قصتي مع واحدة. ايوه ديرك قصتك مع واحدة، هاك مضروب خويا باين، واش كاين غير الخير احكي لنا. صافي لونتو. ايوه القصة بدأت في الثانية ماني، وقتاش؟ في ايام بريمير اني تاع الثانية، بريمير اني تاع الثانية. ايه ايوه كنت نقرا انا والطفلة في الصحراء، ايه دوريين ماناش من الصحراء. نعم انت منك تعيط لنا؟ انا دوك راني نعيط لك من بويرة. الله يبارك الله يبارك بيك وعلى ربي حافظ. ايه المهم تروازون كنا مع بعضنا. ايه ومن بعد هي جاء الوقت وين كل واحد يروح في حياته. ايوه هي راحت للوهران وانا قعدت في الصحراء حتى نكملت الباك نتاعي وطلعت وليت نقرا في الجامعه. نعم المهم حوست عند صحابات نقول لهم وراهني ميرو الطفله. ما كانش ابرينافو تلاقيتها بارازار في الفيسبوك. افريل هذا قبل رمضان شافي لها لو 18 افريل. وانا نافو يا خويا سفيان والله ما نسيتهاش. ومام سونتيمون اللي كان قبل مازال قاعد دوك قاعد هو ها هو. المهم قصرنا حكينا كذا منا ملهيه. من بعد قلت لها يا بنت الناس اذا ما عندك حتى واحد في حياتك وما كيش خاطبه ما كيش مخطوبه نجي. دوك انا السنين هذو اللي سنيتهم قاع بلا بيك، النهار اللي لقيتك تما راها هذيك هي ما صمتحت لي. يبست راسها قالت لك ماش حابه تزوج وكونفيونس ما كانش في الرجاله هذه هي. وكيفاش دوكا ما لحد الان ما حبش تلين راسها شويه؟ قلت لها قولي لي واش ندير برك باش نقنعك باللي ما لاش كيف والو. ما حبتش واش نقدروا نديروا حاجه؟ هي راها تسمع دوك. راهي تسمع. بعث لها ميساج، بعث لها بشكراني من قبيل، قلت لها راح نعيط لهم اليوم ونهضر لهم واش كاين وبالك يمدنا يونس كشحل. ها يا خويا شوف انا واش اذا كي تسمعي فينا ماذا بي انا ما قدرتش نمد لك حل باسكو ما باليش. اذا الروسه ونروح نرفدها ونجيبها لك ونزوجكم ونجيب امام هذه ما قدرتش نديرها. ها هي دوكا باش كيما نقولوا حنا دوكا لي رولاسيون تاع دوكا. ايوه يقول لك باش الطفله ما تعرف بلي راجلها يتمسخر بها يخطبها ياك. وي بيان سور. مي بالك هي ماهيش حابه تزوج؟ لا بالك ماهيش حابه تزوج. علاه؟ انا ما قنعتنيش بها. كيفاش ما قنعتك؟ دوكا تقول لك رجاله ما فيهمش كونفيونس. بون بالك هي رايها دونك لازم تحاول معاها، لازم تساكريفي على جالها، لازم تزيد. راني تساكريفي والله راني تساكريفي. قلت لها راني في رايي حتى ما نعرف البنت. صح عباك واش نديرو؟ عندك دقيقة هاي تسمع فيك. ايوه سي قنعها. شغل شاديك تاع راك قدام الجوج ويقول لك قنعني، لو كان ما تقنعنيش دخل الحبس بعيد الشر عليك. تسمى راك قدامها هكذا قنعها. شغل هذه الكلمة الأخرانية اللي عندك معاها، قول واش حبيت وبالك تقنعها. والله دوكا واش راح نبدا دوكا؟ انا والله نافون هذه يا خويا سفيان، والله راني نحلف لك. ياك راك تهضر معاها ماكش تهضر معايا، لازم توجهها ليها تسمع فيك. ترك جوج ياك. ايوه والله ما دخلت لي وحده في راسي ولا في قلبي كيما هي. ما نسيتهاش. ونهار اللي لقيتها ما تصورش كيفاه واحد الاحساس يجيك ما كانش كيفاه. ثم قالت لي دوكا كل خطره تقول لي عفا. قلت لها نورمال ما كانش مشكل. واحد الخطره قالت لي اللي يبغي واحد يساكريفي عليه. هذه قالتها لي اليامات الاولين. قلت لها خلاص نساكريفي معك حتى وين بغيتي تروحي، وين تروحي نروح. هذه هي قالت لي لا بقى نزوجك انت باش نتهنى. كيفاش هادي تزوجك تتهنى منك يعني هكذا؟ تتهنى منك واقيلا هذاك هو الشك. انا حبت تزوجك ولا تزوجك؟ تزوجني بوحده اخرى وتشوف ولادي.
بون او هادي لازم نعيطو لها اواليد هادي لازم نعيطو لها يا ودي كون عندي نيميرو انا دوك نمدو لك. وكيفاش بعثت لها انت؟ كيفاش قلت لها سمعينا زهر؟ والله والله غير زهر قلت لك تلاقينا بالبار فيسبوك بصح زهر زهر ايه نافو هذه اللي فاتو كل خطره في الليل تنفع تجيني فراسي نبدا نحوش. ولي شحال في عمرك؟ 23. الله يبارك. وهي شحال في عمرها؟ كيف 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 بيناتنا شهر. شهر ايه. ولدي هي ما حبتش مانيش عارف اذا ما حبتش حاول مع وحده اخرى. لا 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 هي ما دام لقيتها هي علاه نشوف خطوه اخرى. هي خلاص بصح هي ماهيش حابه. هي ماهيش حابه. لا لا هي كون جيت انا كون نروح الوهران ثم كنخطفها انا قلتها لها. لا لا اصبر 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 اولي اصبر ما تخلعناش ما تخطفها ما والو. اسمع الزواج هذا موافقة والقلب ما يهوى ماشي محسوب انت خصاتك حاجة ولا الله يبالك انت راك سيد رجال ويا راي لا تنسى بصح منش عارف بالك راك بعيد شوية هي ماهيش مأمنة بعلاقة هكذا بعيدة دونك انت حاول كيفاش تلقى حل ولا ما تديش ولا ما تديش لي بارون تاعك الوالدين تاعك ديهم ولا ما تديش. قالت لي نقول لك لا لا قالت لي نحشمهم لك في الباطل. ما تقدرش دير. لا 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 جدير. انا عندي خالتي تما خالتي كبيره فلاش قلت لها نبعث خالتي تمثل الخطره. تما تريسكي بخالتك ما تريسكيش بلي بارون تاعك. لا لا خالتي امورها قريبه تما ما تطولش تم تم وجي بالكلمه ومن بعد راهم يجوا الدار هذيك يا بلاص ما ندير كاترر ولا شانكر تكون خالتي هضرت وكل بيان سور. قالت لك لا لا نحشم لك داركم وما نعرف. وهي هي ما سقسيتهاش اسكو عندها واحد ولا لا؟ لا قالت لك ما عنديش وخاو جاو يخطبوها من قبل وقالت لا لا. وعلاش؟ ما هاش دوكا نقول لك بروبلام تاع دوكا لا بلي فار تاع بناتنا ياك يقراو احلام المستغني وديزولي على هذا الهضره. كنا نلقاها انا واحد من الناس نقتلها. هذه هي احلام المستغني كاتبه جزائريه كبيره. وعلاش وعلاش مسكين؟ بصح بصح الكتب تاعها حاجه عاد دارت عقده للانسان بلي كاع الرجاله كيف كيف. يعني يا صح احلام مستغنمي سوف جات بزاف النساء. ايوا الاسود يليق بك. ها احلام مستغنمي وعلاش ديرينا هكذا؟ هذوك الناس كاع البنات كاع البنات كاع ما يثيقوش في الرجال. هذه عجباتك؟ ها واش راه يدير؟ هذه عجباتك؟ ايه انا قلتها له قلت لها كون نلقاها انا هذه احلام مستغنمي ما تفرعش معاه. يا وليد والله يا وليد شوف انا دوكا جاب لي ربي ان شاء الله ان شاء الله تكون سمعت راح تسمع نورمال ما فيش كو هذه الاغنيه اللي درتوها دوكا نتاع كنت صغيرة وكنت صغير الاغنيه نتاعها المفضله. ايوا المفضله انا درناها على جال النهار اللي درتوها انا كنت نعيط لكم قالت لي راهم داروا داكور سمعي تسمع. سمع علاش وعلاش ما ديرش الكوراج وتعيط لنا دوك نستناو لابيل تاعها صح نديروا حاجه مليحه نديروا حاجه مليحه قولها دوك حنا نستناو تعيط لنا. ايه اذا عيطت لنا تما كاينه حاجه. اذا ما حبش تعيط لنا تما تما خلاص ما فيهاش ما فيهاش انا دوك اكيد سمعي فينا يا الاخت ما تخافيش عيطي لنا واحد ما يسمع غير انا ووالد. عيطي لنا وقولي لنا واش كاين اذا حبيتي حبيتي اذا ما حبيتيش قولي له ما حبيتش وهذا ما كان. دوك انا راه كيف ولا كي كنت صغير انا ياك ايه راك تعرف الواحد اخويا يونس واحد صغير حشام ايه ما كنت قليل وين نهضر معاه ما كانت تعرف عليا والو. صح كنا شويه قلت لها انا كنت صغير في هذاك الوقت ما تسنيش مني زعما نحكوا حاجه أيوة كبيره. كنت نعرف نكتب في الورق ونبعث لها. ايوه هذا واش كنت نعرف. ايوه بصح وقتها كي كبرت راني ديت اكسبيريونس في الدنيا ثم دوكا نهضر ما عنديش اشكال. ايه تهضر وتحس. نهضر ونحس. ايوه نحس راني من صغري نحس. ايوه ايوه حيطين على 0 23 98 30 26 0 23 98 30 26. واذا حشمتي تهضري ولا ادخلي لللايف تاعي في انستغرام اكتبي يونس صابر شريف وخلي كومونتير وقال انا هي هذيك تاع والد هكذا وحنا نتصلوا بك. واذا ما قدرتيش ادخلي لاباج تاعنا سرك في جو عبالك تسمعي ادخلي في سرك في جو وتلقاي نيميرو تاع الواتساب والفايبر تاع ليميسيون وبعثينا باش ناخذ التليفون تاعك هكذا ميسا
هكذا جام هكذا وليد. على بركة الله إن شاء الله. شكرا ربي يحفظك. بارك الله فيك.